هل يجوز المسح على الجوارب عند الوضوء؟ هذا رأي فريق من العلماء وأباه آخرون. أما فريق العلماء الذين جوزوه فاستدلوا بحديث في الباب أن النبي يتوضأ ومسح على جوربيه، لكنه حديث ضعيف. واستدلوا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجورب، واستدلوا بالقياس على الخف. أما المانعون فتمسكوا بالأصل وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قضى أن الرجلين حكمهما الغسل، ولم يأتي نص عن رسول الله يفيد جواز المسح على الجورب، فبقينا مع الأصل.